والتطور التاريخي ديال الصندوق المغربي للتقاعد، راه كلنا كنعرفوا الصندوق المغربي للتقاعد ولكن كنعرفوا غير الفتره اللي ولا فيها كمؤسسه، ولكن ما عندناش واحد النبذه على التاريخ ديال الصندوق المغربي للتقاعد والنشأة ديالو. اذا سنه 1930 عهد الى الصندوق المغربي للتقاعد بتدبير اول نظام اجباري للمعاشات المدنيه الاساسيه الخاصة بالموظفين المدنيين الفرنسيين والأراميليين. إذا 1930 تم إنشاء ديال الصندوق المغربي للتقاعد، وكان كيسير فقط المعاشات الفرنسية. 1971 تم إحداث نظام خاص للمعاشات العسكرية يشمل جميع العسكريين، وكذا نظام خاص للمعاشات المدنية. 1990 توسيع وعاء تصفية المعاش ليشمل بالإضافة إلى الراتب الأساسي التعويض على الإقامة ونصف التعويضات النظامية. 1990 اللي كنقولوا حنايا توسيع وعاء تصفية المعاشات. حنا كنعرفوا أن قبل 1990 كمتقاعدين ما كناش كناخذوا 100%. في عام 1990 هنايا توسع الوعاء 50% من التعويضات المقررة الدائمة اللي كنا كنسميوها القطاع الإضافي ديال الرشا. هذا كلها كتقطع لنا، دونك هذه المرحلة ديال 1990. عندنا 1996 هنايا كيتمت الهيكلة ديال الصندوق المغربي للتقاعد تطبيقا للقانون 43/95. وعام 1997 كاين توسيع تصفية المعاش ليشمل بالإضافة إلى الراتب الأساسي التعويض على الإقامة ونصف التعويضات النظامية. هنايا كينولى عندنا 100% في المعاش ديال المتقاعدين. يعني كانت عندنا 50% الأولية ديال التعويضات القرارة الدائمة 1990، وولات عندنا 1997 50% الثانية باش ولا في المعاش ديال المتقاعد 100%. 1999 تنصيب المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد والهيئات التابعة له، وعقد أول دورة له بتاريخ 25 يناير 2000. يعني هنايا كينصب لنا الممثلين اللي كيمثلوا الوظيفة العمومية، كيمثلوا الجامعات المحلية، كيمثلوا المتقاعدين والمخالطين داخل المجلس الإداري ديال الصندوق المغربي للتقاعد. 2010 تجميع وحدات الصندوق في الوقار الجديد الكائن بشارع العرعاق بحي الرياض. يعني قبل 2010 الصندوق المغربي للتقاعد ما كانش عنده مركز موحد، كانت عنده نقولوا حنايا ديزانكس أو لا المصاريح يعني موزعة على مدينة الرباط. كانت مثلا عندنا في الحي ديال عندنا في شارع العلويين، كان عندنا في الجولان، وكان عندنا في بنغازي، وكانت عندنا في أكداد. ولكن سنة 2010 توحدت هذه المصابيح في مركز واحد اللي ولا حاليا المقر ديالو جديد كائن بشارع العرعاق بحي الرياض. الصندوق المغربي للتقاعد العمل ديالو كيقوم على مجموعة ديال القيم، والقيم ديالنا اللي كنعتمدوا عليها هي كالتالية. أولا عندنا الشفافية. هاد الشفافية باش كتمثل؟ كتمثل ضمان الولوج إلى المعلومة داخل الأجل مع احترام المقتضيات القانونية بما يحقق تكريس علاقة الثقة مع الزملاء والمتفقين والشركاء. ملي كنقولوا حنايا الشفافية كنقولوا الاحترام ديال القانون، احترام ديال القانون ديال حفظ المعلومة، لأن حتى شي واحد مثلا ناخذوا على سبيل المثال أي متقاعد كما كان النوع ديالو جميع المعطيات ديالو كتبقى خاصة ليه، حتى واحد ما عنده الحق أنه يولج ليها أو لا يعرفها إلا بإذن منه. عندنا مثلا المسؤولية، الوفاء بالالتزامات وتحمل عواقب التصرفات. يعني بالنسبة للمسؤولية كنقولوا الالتزامات وتحمل عواقب التصرفات بالنسبة لنا حنايا داخل الصندوق المغربي للتقاعد، وخاصة فيما يخص النقطة ديال ترتيب المساطير، راه محددين دابا حاليا كل المعالجة ديال الملف عندها وثائق معينة وعندها واحد الزمن محدد. يعني إذا ما تمتش المعالجة ديالو بداك الزمن المحدد، راه على المتقاعد أو المتفق أنه يقدر يقدم الشكاية ديالو ويتم نقولوا حنايا التعاطي معها بكل عناية. عندنا المهنية، أي إنجاز المهام بكفاءة وصرامة ونزاهة. عندنا العنصر الرابع في القيام ديال الصندوق المغربي للتقاعد هو جودة الأداء. جودة الأداء تتم بإنجاز الأهداف وفق أفضل شروط الكلفة والجودة لتلبية انتظارات الأطراف المعنية، أي المتفقين والشركاء وهيئات الحكامة. غادي نوقف هاد النقطة ديال جودة الأداء وغنبدا نفصل معاكم شي نقيطات. كنشوفوا حاليا ها
هاد الوثيقه اللي كتبان على الشاشه ديالكم هاد الوثيقه ديال فضاءات الاستقبال سواء في المركز سواء في المندوبيات على اساس الزوار بالنسبه لنا حنايا راهما المصدر اللي كناخذوا منه حنايا المعلومه باش كنقدروا نقوموا على تجويد الخدمات داخل الصندوق النقدي للتقاعد. يعني اذا ما عطيتوناش الاراء ديالكم وجهه النظر ديالكم في العمل اللي كيقوم به الصندوق النقدي للتقاعد والمنظمين ديالو والاليات اللي خدام بها، يعني حنا ما عقدوش نطوروا من الاليات ديالنا. هذه غير من باب الوعي ان سبحان الله اذا صرتوا اي مقام ومقرة في الصندوق النقدي للتقاعد وكانت عندكم ملاحظات هذه راه وثيقه وتؤخذ بعين الاعتبار. يعني بالنسبه لنا تقريبا يوميا كترسل هذه الوثائق للمصالح المركزيه وكاينه مصلحه خاصه اللي كتقوم بالسهر عليها وكتشوف الملاحظات ديالكم كما كانوا ديالها سواء عندها علاقه بالموظف سواء عندها علاقه بالخدمات ديال الصندوق سواء عندها علاقه بالمقر والبريد ديالو. يعني اي معطيات او لا نقولوا حنايا وجهه نظر كانت عندكم حنايا بالنسبه لنا راه مفروض لكم وثيقه ومستعدين اننا نتقبلوا اي ملاحظات عندكم وتخذ بعين الاعتبار. عندنا التوجه الاستراتيجي للصندوق المغربي للتقاعد. يسعى الصندوق المغربي للتقاعد الى رفع من مستوى رضا المرتبطين من خلال تخفيف جهد المرتبطين عبر تبسيط المساطر والرقمنه وتطوير تبادل المعطيات مع الشركاء. اللي كنقولوا حنايا تخفيف جهد المرتبطين عبر تبسيط المساطر والرقمنه وتطوير تبادل المعطيات مع الشركاء. اول حاجه تبسيط المساطر حنا كنا شفناها في لقاء اخر اللي هي خاصه مثلا بحال كنتو كتجيبوا شهاده ديال الحياه ولا كنا كنجيبوا ديال عدم الزواج. دابا ولات كاين التزام ما بقاش ديك الوثيقه اللي كتجيبوها مع السلطات المحليه فيما يخص القمامه. دابا كاين البوابه ديال الصندوق المغربي للتقاعد اللي فيها جميع المعطيات اللي كنا نحتاجها من الخليط ولا المتقاعد يعني بالاضافه الى الشهاده اللي كيقدر انه يحملها من خلال البوابه. وكاين تبادل المعطيات مع الشركاء اي دابا حاليا كاينه منصه ديال الصندوق المغربي للتقاعد اللي من خلالها كنقدروا نتواصلوا بالملفات ديال المحامين على المعاش وديال المنخرطين. يعني ما بقاش ذاك الاشكال اللي كان من قبل ديال البريد والوثائق الماديه اللي كانت كتاخذ واحد الحيز الزمني كبير. اذا عندنا العنصر الثاني تطوير الخدمات انطلاقا من حاجيات وتجربة المتفقين ومقترحاتهم هي النقطة اللي شفناها دابا عاد من خلال ديك الوثيقة اللي ولات لكم. هذيك الوثيقة مكتوب فيها أن الرأي ديالكم كيهمنا وهي اللي كنقوموا من خلالها بتطوير الخدمات ديالنا، يعني من انطلاقا من المقترحات ديالكم أنتم. عندنا بناء وتعزيز ثقة المتقاعد من خلال مزيد من الشفافية والمسؤولية. فيما يخص القضية ديال تجويد الخدمات وبعض المقترحات اللي كنا كنشوفوها عند المتقاعدين واللي كانوا مثلا كيجيو نقولوا حنايا الفضاءات الاستقبال كيلقاو ان كاين كم هائل ديال المتقاعدين اللي كيستناو باش يتفضى لهم الحوائج ديالهم. كاين واحد اللي كيكون سبحان الله مزروب وباغي يقضي المسائل ديالو في واحد المده وجيزه. الصندوق المغربي للتقاعد قام بواحد الدراسه وخلق واحد الفضاء فضاء جديد. دونك يفتح اول فضاء للخدمات الذاتيه الالكترونيه بالمندوبيه الجهويه بمدينه فاس. راه تم التدشين ديالو في مارس في بدايه ديال سنه 2023. في اطار الحرص الدائم على تحسين خدماته قام الصندوق المغربي للتقاعد باطلاق اول فضاء خدمات ذاتي الكتروني بالمندوبيه الجهويه بمدينه فاس يوم 2/9 يناير 2023. هذا الفضاء عباره على واحد نقولوا اللي كنا نسميتو فضاء مزود بجميع الاليات اللي كيقدر اي مثلا متقاعد او زبون الصندوق المغربي للتقاعد عوض انه ينتظر النوبه ديالو باش يدوز عند الموظف انه يولج لذاك الفضاء اذا كانت عنده الامكانيات يكون كيعرف بالتقنيات الرقميه انه يدخل هو يشوف المعلومات ديالو.
تفهمنا؟ يعني ماشي يستنى انه مثلا يستنى ياخذ التيكي ديالو ويستنى حتى يسالي الموظف وقدام مجموعه ديال المتقاعدين. اذا كان كيقدر نقول حنايا يستعمل الرقمنه، راه وضعنا ليه فضاء جديد خاص، يعني ما يستنى نوفل ما والو، عاد يدخل لذاك الفضاء، عاد يدخل نورمالمون راه مفتوح، يقدر يخد الشهاده ديالو بنفسه، يقدر يشوف المعلومات ديالو بنفسه، اي معطيات كما موجوده عند الموظف، ويقدر الصالح ديالو يمشي بحالاته. دونك هذا المسجد ديال الصندوق المغربي للتقاعد، واللي غيتم التعميم ديالو عبر المملكه. يعني في كل مندوبيه تيكون واحد الفضاء جديد اللي كيسمح باي متقاعد اللي كيكون عنده مثلا ما عندوش الوقت ولا الامكانيه انه ينتظر وكيعرف انه يستعمل الرقمنه مباشره، كيدخل لذاك الفضاء، كيقطع واحد التيكي كيدخل لذاك الفضاء ديالو، راه كيكونوا فيه تقريبا ما بين جوج حتى ثلاثه ديال لي بوست، وعاد ياخذ المعلومات اللي بغاها هو اللي هي خاصه به ويحمل الشهاده ديالو شحال هذا. دونك هذا فيما يخص الخدمات الذاتيه الالكترونيه. الجديد ايضا اللي عرفناه خلال سنه 2023 داخل الصندوق المغربي للتقاعد هي القضيه ديال تطبيق النسبه الجديده للتخفيض الجزافي المطبق على المعاشات والايرادات العمريه. تم رفع نسبه التخفيض الجزافي لتحديد صافي الدخل المفروض عليه الضريبه على الدخل برسم المعاشات والايرادات العمريه من 60 الى 70% من المبلغ الاجمالي السنوي لهذه الدخول بالنسبه للجزء الذي يساوي او يقل عن 168,000 درهم، وذلك بموجب الماده 60 من المدونه العامه للضرائب كما تم تعديلها بموجب قانون الماليه لسنه 2023. اذا من قبل كنا كنعرفوا ان المتقاعد اللي كيتقاضى واحد الاجر السنوي اللي كيكون اقل من 168,000 درهم كي كيتمتع بالتخفيض الضريبي ديال 60% انطلاقا من سنه 2023 من يناير 2023. هذاك التخفيض اللي كان 60% ولا 70%. الشيء اللي دفع قبل ما نقولوا حنايا النسبه، اول حاجه اللي استفد من هذا التخفيض راه ما يعادل 170,000 متقاعد اللي استفد من هذا التخفيض هذا. ولهذا من بعد الاحصائيات اللي قام بها الصندوق المغربي للتقاعد، حيت دائما كنا كنسمعوا ان راه الاخوان المتقاعدين كيحتجوا على القضيه ديال الضريبه، علاش المعاش كيخضع للضريبه؟ المعاش خصو يكون معفي من الضريبه، هادشي اللي كنا كنسمعوا. ودابا حاليا راه ولاو 90 ديال الناس اللي 90% اللي كيستافدوا من التخفيض الضريبي. واذا مشينا لاحظنا ان كاين اجور اللي هي مثلا 9000 درهم راه ما كتخضعش للضريبه. شكون اللي دابا كيخضع للضريبه؟ يعني من 10,000 درهم فما فوق، حتى من 10,000 درهم إذا كانت كتقطع عليه الضريبة راه كتقطع عليه داك 11 درهم 20 درهم، يعني المبلغ ما بقاش كما كان واحد الوقت. أما فيما يخص شكون اللي كتقطع عليه الضريبة حاليا، هما اللي كتفوق عندهم المعاشات السنوية 168,000 درهم، هذوك راه ما كيخضعوش للقضية ديال التخفيض ديال 70%، فقط عندهم 40% اللي كتخضع للضريبة ديالهم. دونك هذا هو الجديد فيما يخص التخفيض الضريبي. عندنا فيما يخص تخفيض المعاشات الجديدة برسم سنة 2022، عندنا عملية تخفيض المعاشات لفئات المنخرطين المدنية والعسكرية الموحلين على التقاعد في شهر دجنبر 2022 والتابعين لمختلف الإدارات والوزارات والجامعات الترابية والمؤسسات العمومية، قد تمت بنجاح حيث تم صرف أزيد من 8,200 معاش بمعدل إنجاز من ناحية 98%. من قبل هاد النسبة ما كناش كنوصلوها، لأن الأغلبية ديال الملفات كانت كتوصل لنا يعني مادية ماشي عبر الرقمنة. ولهذا من بعد ما نقولوا حنايا ظهرت من بعد ما تم إصدار ديال القانون 55/19 اللي هو خطر تبسيط المساطر، كانت راه تشاورت على واحد المسألة أنها غادي تكون عندنا إن شاء الله منصة وطنية، وكل إدارة قامت بخلق منصة خاصة بها ديال المعطيات. دابا ديك المنصات هي حاليا هي اللي كتساعد الإدارات في الصندوق المغربي للتقاعد في تسريع المعالجة ديال الملفات المحددة
المحاله على التقاعد، لان دابا مثلا 6 شهور قبل الاحاله على المعاش ديال الموظف، الاداره ديالو كتشد الملف وكتقوم بالرقمنه ديالو وكتصدو لصندوق المغربي للتقاعد. يعني هاد القضيه ديال الرقمنه والتخلي على القضيه ديال الورقه الذاتيه، يعني في سيدي كنقولو حنا، هي اللي سهلت علينا حنا باش نقومو بالمعالجه. تقريبا دابا على وصلو 100% ديال المعالجه السنه ديال الملفات. هاد السنه راه حققنا 98 وتم الاداء ديال جميع الوجوه انطلاقا من 6 فبراير ديال 2023 بالنسبه للجل المتقاعدين المحامين في 31/12 ديال 2022. عندنا الجديد الاخر هو الخاص بالزياده بالتعويضات العائليه لفائده المستفيدين من المعاشات التي يصرفها الصندوق المغربي للتقاعد. تم رفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائليه التي يستفيد منها المتقاعدون عن ابنائهم الرابع والخامس والسادس من 36 درهم الى 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2023، وذلك بموجب المرسوم الحكومي رقم 22613 والمتعلق بتحليل شروط طرح التعويضات العائليه للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدوله والجماعه الترابيه والمؤسسات العموميه. وتطبيقا لهذا الاجراء الجديد عرف ما يزيد عن 8700 معاش زيادة في مبلغ التعويضات العائلية ابتداء من استحقاق شهر فبراير من السنة الجارية. والمسألة ديال التعويضات العائلية غادي نرجعوا عليها فيما بعد باش عاد نحاولوا نفصلوا بها بعض النقط اللي يمكن تفيد المتقاعدين. كما أن هناك بعض الأسئلة اللي كتقدر تبرر الذهن ديال المتقاعد، وملي كنقول المتقاعد كنقول المتقاعد سواء كان الجدد أو القدامى. وحب هذاك كانوا معنا موجودين بعض المتقاعدين اللي هما مقبلين على المعاش، سي لكن كاين، لان هاد الاسئله عاد تقدر تنفعهم. شوفوا السؤال الاول، مثلا متى يصرف معاش التقاعد؟ يصرف معاش خلال الشهر الموالي للتاريخ حذفكم من الاسلاك. مثلا غنشوف واحد مثلا عنده تاريخ الحذف ديالو 31/2023، يحول المعاش ديالو الى حسابه البنكي لاول مره خلال الاسبوع الاول من شهر اكتوبر، لان مثلا اذا كنت خارج 21 غشت، يعني غشت عاد تخلصوا عند الاداره المعنيه بالامر ديالك، وعاد تكون على حساب الصندوق المغربي للتقاعد ابتداء من واحد متقاعدين جدد. راه ماشي بحال اللي كان المتقاعدين القدامى، دابا حاليا كلهم كيتوصلوا بالاخبار عن طريق الاس ام اس. اول حاجه سوف يتم تحويل معاش تقاعدكم الى حسابكم البنكي المعتاد حيث كنتم تتلقون اجرتكم الشهريه. هنايا غادي نوقفوا مع المتقاعدين فيما يخص التوطين البنكي اي الحسابات البنكيه. وفي النقطه هذه بالضبط يمكنكم تغيير التوطين البنكي لمعاشكم بعد اول استخلاص لمعاش التقاعد. هنا عاد نوقف باش نوضح واحد النقطه الله يخليكم. كاين بعض المتقاعدين كيكون لا اله الا الله كيكونوا دايرين قروض، كاين دايرين قروض بنكيه وهما اون فونكسيون راه خدامين، بمجرد ما كيتحل على المعاش راه دابا على كل واحد الطريقه ديال التفكير ديالو، كيقول انا عندي دير كريدي راه غادي نحول للبنكه، يعني من البنكه للبنكه، واش فهمتي؟ اذا هاد القضيه هادي راه غير مضيع الوقت، لان ما عندكش الحق تبدل حتى تخلص الخلصه الاولى. يعني حنا بالنسبه لينا الاداره ديالك كتصيفط الحساب اللي كنتي كتخلص فيه وانت هنا مازال كتزاول العمل ديالك، يعني الشهر الموالي يعني تخلصتي مثلا الشهر الخلصه الاولى ديال المعاش ديالك في الصندوق المغربي للتقاعد، عاد كيكون عندك الحق انك تغير لنفرض التوطين البنكي ديالنا. ولكن غير باش نوعيو المتقاعدين ديالنا، المتقاعدين ملي كيمشي يعمل القروض راه كيسني على واحد العقد، هذاك العقد اللي كتسني عليه راه هو التزام، التزام انك كتلتزم باش تخلص داك القرض. وكيكون بعض المرات ملي كيشوفوكم انكم قربتوا الاحاله على المعاش راه كيحددوا لكم الاجر والمعاش، كيحددوهم جوج ولكن كيتسناو عليهم. واخا تمشي تبدل التوطين البنكي ديالك راه بمجرد ما كدوش المنظار ديالك في الحساب ديالهم راه كيعرفوك راك انك وليتي متقاعد، وكيرسلوا الصندوق المغربي للتقاعد وكيصيفطوا
نسخة من العقد ديالك هنا علينا أن نطبق القانون ونديو التوطين البنكي للسالف اللي كان قبل. تفهمنا؟ يعني هنايا ما كاينش القضية نبدل ولا ما نبدلش، عندك التزام أنونكاجمون يعني عادي يرجع، لا ما يضيع الواحد الوقت ديالو يقول لك غنبدل من هنا لهنا، غير إلا سويتي، غير إلا سويتي الوضعية ديالك مع نقولوا هذيك الهيئة البنكية اللي عندك معها والقبض بطبيعة الحال. إذا كيف يحدد مبلغ معاش التقاعد؟ يحدد معاش تقاعدكم على أساس. بالنسبة لسبب الإحالة على التقاعد، التقاعد ببلوغ السن أو بطلب، الأقساط السنوية القابلة للتصفية، وكاين الأجر المرجعي متوسط عناصر الأجر التي يحتسب المعاش على أساسها برسم 96 شهر الأخيرة من الخدمة الفعلية. يمكنكم احتساب معاش التقدير على البوابة الإلكترونية للصندوق المغربي للتقاعد، ولكن هنايا أنا نتوقف الله يخليكم في النقطة هذه بالضبط اللي هي خاصة بآخر وضعية إدارية. لأن بعض الإخوان كيخرجوا بالتقاعد كيكونوا خرجوا في واحد الوضعية معينة إدارية، مثلا نقولوا سلم 11 سيف يكون كيتقاضى واحد الأجر، غادي نقولوا حنايا مثلا 11 12 درهم كيكون كيتقاضى هو باقي يعني أجر باقي خدام باقي موظف. ملي كيخرج بالتقاعد كيتصدموا كيفاش أنا كنت كنشد 11 درهم ودابا حاليا راه عطيني 7000 درهم. وملي كنشوف الوضعية حنايا راه سلم 11 ولا سلم 11، مي خصنا نردو البال هذاك السلم اللي حنايا دزنا فيه التاريخ المفعول ديالو، لأن التاريخ المفعول باش تستافد به المبلغ ككل خص يكون استوفيتي به 96 شهر أي 8 سنين. إذا مشيتي مثلا وخدمتي غير 4 سنين عادي تاخذ الالتزام 4 ب 8 يعني لو 4/8 من داك المبلغ ديال الفرق. يعني مثلا اذا كان ما بين 7000 درهم حتى 11000 درهم 3000 ديال الدرهم، هذاك 3000 ديال الدرهم عاد تقسم على 8 وتضرب على 4، 3000 ديال 4 على 8 اللي باش تعدي منا، يعني يمكن يكون 150 الفرق هي اللي كيكون حقك منا. وكل ما كانت اقل، لان علاش كنقولوا هنا هذه النقطه اللي كنبغيو نوضحوها، جاو عندنا ناس وعندهم ترقيات وخرجوا داك الترقيات، وملي جاو كيلقاو عندهم مثلا كيلقى عندهم 100 درهم وكاين حالات جات عندي عندها 11 درهم. انا بلاتي كيكون انا الغوصمو ديال ريشلو 11 درهم ديال الفرق، علاش هو بالنسبه لي راه القيمه ما فيهاش 96 شهر استيفاء 8 سنين، يعني 8 سنين كلها ديال اخر وضعيه اداريه عاد كتعد بالنسبه المئويه كلها. يعني هذه النقطه هذه راه نكونوا حنايا يعني واعيين بها، وملي كنبغي نوضح هذه النقاط راك انا بالنسبه لي كلكم راكم الوصول، راه هذه رساله نوصلوها للمواطنين ديالنا باش يكونوا حتى هما على وعي. كيما حنا خدينا هذه المعلومه هذه غيكون عندكم اخوان وناس في العائله ديالكم اللي غيخرجوا بالتقاعد، توعيهم ان اخر وضعيه اداريه ديالهم خصهم يستوفوا فيها 8 سنين عاد يكون عندهم الحق جل الاجر. اذا عاد نشوف العنصر الثالث عندنا، ماذا بخصوص التعويضات العائليه؟ ولا عاد نحاولوا نفصلوا شي شويه. قلنا تصرف التعويضات العائلية للأبناء الذين يقل سنهم عن 21 سنة ودون أي حد للسن بالنسبة للأولاد الذين يعانون عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاهة. عندنا في حدود 6 أولاد 300 درهم من كل ولد من 3 الأوائل، وعندنا 100 درهم من كل ولد من الباقي، يعني 3 الأولاد كياخذوا 300 درهم وثلاثة الآخرين كياخذوا 100 ديال الدرهم. غير ان انا هنا غادي نوقف وما نوقفش فقط غير على التعويضات العائليه. غادي نشوف انا هذه النقطه هذه التعويضات العائليه بالاضافه الى المعاش في حاله الوفاه. مثلا كيكونوا عندنا ايتام، اليتيم دائما راه وخيف لما مثلا 16 عام راه ما كيبقاش عنده حق نيت معاش نفس التعويضات العائليه ديالو اذا ما كانش كيتمرس. يعني القضيه ديال الاستفاده ديال اليتيم من التعويضات العائليه زائد المعاش خص الشرط ديال التمدرس. يعني 16 عام ما كيتمرسش كتوقف ليه التعويضات العائليه زائد المعاش وما كيبقاش يستفد منهم.
في حالة إذا كان هاد اليتيم يعني كيتمدرس وتوفى ليه الأب ديالو وتوفات ليه الأم ديالو، راه عندهم الحق أنه ماشي كياخد 50%، كياخد 100% من المعاش. يعني با كان كيشد 5000 درهم عيش ديك اليتيم 5000 درهم، كان كيشد 10000 درهم عيش ديك اليتيم 10000 درهم، كان باه كيشد 50000 درهم هذاك اليتيم عيش ب 50000 درهم. كان الأب والأم المتوفون عندك اليتيم بجوج بهم موظفين، وبجوج بهم عندهم مثلا جوج بهم موظفين أو متقاعدين عندهم معاش، كناخذوا حنايا المعاش اللي كيكون مرتفع أكثر. مثلا الاب عنده 15000 درهم والام عندها 10000 درهم، انا نعطيو حنايا 15000 درهم. تفهمنا هذه النقطه هذه؟ اذا بقات مساله اخرى ديال المعاق بدون شرط او قيد، راه كياخذ النسبه ديالو كلها بما يخص التعويضات العائليه، كل ما هو مازال على قيد الحياه وان ديك الاهه مازال مستمره معه. فيما يخص القضيه ديال المعاش عند وفاه الابوين، راه نفس الحاله الا ان المعاق راه فيه استثناء، ان المعاق اذا مشى ومات له يعني توفى عليه الاب ديالو والام ديالو وبقى عليه 100%، راه ضروري خص من المقدم في حاله مقدم في حاله الاعاقه الذهنيه. كانت اعاقه حركيه وعنده سن الرشد ما كاينش مقدم، هو المقدم على نفسه. فهمنا معاق عنده 18 عام وعنده اعاقه جسديه ماشي ذهنيه، كان يكون هو المقدم على نفسه ياخذ داك 100% ويستخلص المسائل ديال المعاش ديالو. ولكن اذا كانت اعاقه ذهنيه يشترط ان يكون عليه مقدم، وهذاك المقدم اول حاجه راه خص القاضي الشرعي يبت في الموضوع ويعين واحد المقدم ولا القيم عليه، هو اللي كياخذ المعاش وهو اللي كيكون كيصهر على الصف على ذاك اليتيم. هذه فيما يخص التعويضات العائليه وضفنا له المعاش. النقطه التاليه عندنا، ماذا بخصوص انخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعرضيه؟ من قبل كانت على المتقاعد انه ملي مثلا كيتحلل المعاش كيمشي يعاود الملف ديالو كله في التعويضات في منظمه الاحتياط في التعرضيه. دابا حاليا لا، دابا ولا المساله ديال الانخراط بقات مستمره، كيما كيخرج من التقاعد كتبقى الحاله ديالو مستمره في التعرضيه بلا اشكال، الا حاجه وحده لم يثير فيها انتباه المتقاعد، ان بعض المرات ملي تشدوا الوثائق ديالكم تبينوا من الاقتطاعات على المعاش، راه بعض المرات يكون غير التامين الصحي الاجباري وما كيردش البال المتقاعد، وكتفوت واحد المده زمنيه عاد كيرد البال ان السيكتور ميتياليست يعني الاقتطاعات ديال التعرضيه ما كتقطعش، كيكون غير التامين وكيولي عليه واحد لاكوميلاسيون، يعني كنولي عليه واحد الرصيد انه خصو يخلصو، ولهذا اي واحد خصو يرد البال. غدا يبقى معانا متقاعدين كنشوفو انا متقاعدين قدام وكيجيو يزورونا، وملي كياخذوا الشواهد ديالهم اذا ما كناش حنايا على بينه ونلاحظوا ونراقبوا كنلقاو ان مده زمنيه والسيد عنده غير التامين الصحي الاجباري. غير باش نوضع لكم ما بين نقطتين، ان التامين الصحي الاجباري راه كيعطيك بطاقه وانك كتستافد وانهم كيعطوا لك المبالغ ديالك، ولكن ديك المبالغ ما كترجعش بالنسبه اللي خصها ترجع اللي كتكون منخرط في التعاضديه. واش تفهمنا؟ يعني مثلا اذا كانت عندك التامين الصحي الاجباري احتمال يردوا لك غير 70%، ولكن اذا كنت عندك التامين الاجباري زائد انخراط ديال التعاضديه كترجع لك 95%. ها الفرق؟ يعني كاين بعض المسائل اللي كتخاف اون شارج ملي كيكون مثلا التامين الصحي الاجباري، يعني ماشي كيغطي كل شيء، اللي كيعطيك التغطيه الشامله هو التامين زائد يعني زائد التعرضيه.